شلونكم شباب؟ اليوم اريد اشوفكم شلون تدرفتون بسيارة من دون ما يصير عندها علاقة بالجير الاوتوماتيك والعادي او باي شي لاغ او هاند بريك، بس اللي تحتاجه سيارة رير ويل درايف وطفي التراكشن بيها، هذا كل شي تريده. خلي اشوفكم شلون. اول شي تطفي التراكشن، ماشي. سيارة لازم تكون اكسل، يعني دفع خلفي، وهي 3 مراحل. ال3 مراحل هي انه اول مرحلة تخلي السيارة تتزحلق، ثاني مرحلة تلزم الدريفت، وثالث مرحلة تكمل الدريفت. هسه 3 المراحل اقول لكم شنو هي. اول مرحلة تنطي بنزين للسيارة على مود تتزحلق، وهذا تعتمد على سيارتك وايش قد متعود عليها. ما لازم تنطي كلش هواية لانه راح يفلت منك، وما لازم تنطي قليل لانه ما راح يدرفت السيارة. كل سيارة نوع وكل محرك نوع، لازم تتعود عليها وتجربها اش كم مرة حد ما تحس بيها وتشوف اش قد تحتاج بنزين وايش قد لازم تنطي. هذا هي اول مرحلة واصعب مرحلة على مود تبدي بالدريفت، لازم تتعود عليها، مو بس تجيك اول شي وسهلة. انت تطي شوية بنزين ووراها تمشي على المرحلة الثانية، اللي هي انه تشيل رجلك عن البنزين شوية من لما بدأت، وتحرك الستيرنج شوية هيجي من هناك بالعكس يعني، ويا من لما تلف الستيرنج بالعكس لازم شوية تشيل رجلك عن البنزين. اذا ما تشيل رجلك عن البنزين السيارة راح تفلت منك، واذا من خاصة اذا منطي هواية بنزين، فلازم تتعود على انه ايش قد تنطي بنزين وايش قد ترجع. بس اهم شيء من لما ترجع الستيرنج شوية تنطي بنزين اقل. ثالث مرحلة من لما عدلت الدريفت ولزمتها ترجع تنطي بنزين، والستيرنج ما تحركه هواية، شوية تحركه بس مثل ما تشوفون هسه. راح نبدي بالدريفت، خلي يمشي هاي السيارة، نحطها على الجير الاول. نطلع هيجي، انطي بنزين، خلو تتزحلق السيارة، عدل الستيرنج، عف رجلك عن البنزين، ارجع انطي بنزين. هيجي مثل ما قلت لكم، تنطي بنزين شوية، تعدل الستيرنج، وشيل خفف رجلك عن البنزين، وعدل الستيرنج. من لما عدلتها تنطي بنزين مرة لاخ. اهم شيء من لما تكمل الدريفت مثل اللي ما تشوفون هنا، أنا لازم الستيرنج مالتك يصير بالعكس، هذا يشوفك انه انت تعرف تسوي الدونت مضبوط. اذا الستيرنج مالتك عدل وانت بس تخلي السياره تتزحلق، هذا كلش سهل، كل واحد يقدر يتعود عليه، بس مو كل واحد يقدر هيجي يسويها على الستيرنج كبس، لانه هذا بيه مجال كلش صغير بالغلط، وهذا بالبطولات بيها نقطه انه انت الستيرنج مالتك لازم يصير بالعكس. وهنا انا اشوفكم مره لاخ شلون تسويها. تنطي بنزين، تخلي الستيرنج تنعدل، ومن هذا الوقت شوية تشيل رجلك عن البنزين وترجع تنطيها على الستيرنج. هاي الستيرنج ما تحركه كلش هواية، تحتاج بس شوية صغير. وهنا أنا ردت أقول لكم إنه كل سيارة نوع، السيارات اللي كلش مرغوبة هنا، الكامارو، التشالنجر، الموستانج، النيسان زد، كلها بالدونت يعني يشبه الثاني، بس بيهم فرق صغير. الموستانج الستيرنج مالته ما يرجع بسهولة، لازم كلش تحاول وياه. هذا اسمها السيلف ستير. النيسان احسن، الكامارو احسن، التشالنجر احسن من هذا. الدريفت بالموستانج شويه صعب، لازم تتعود عليه، بس كلها بالنهايه تشبه بعض، ولما تتعود عليه تقدر تسويها بكلهن.